الغش في امتحان البكالوريا. بعد تم التفطن لوجود خلل في الجهاز اتصل بالبيع، لكن الراجل رفض باش يرجع له 400 دينار. وبعده مشى التلميذ وشكى في مركز الامن الوطني بحماة مسوسة. وقتها قام عوان المركز المذكور بمداهمه المنزل وحجز 11 سماعه شبيهه وجهاز و1000 دينار متاتيه من عمليه البيع. مصدر امني اكد انه المتهم قام ببيع اجهزه مماثله لثمانيه تلامذه. البحث جاري عن الاجهزه في حين تم الاحتفاظ بالمتهم اللي اعترف بانه يتزود بالاجهزه من طرف شخص ولايه زغوان. من جهتها ايمن بن حميد الناطقه الرسميه باسم محكمه سوسه 2 اكدت انه تم فتح بحث في الغرض وانه المضمون فيه قاعد يبيع فالسماعات والاجهزه هذيا اللي باش يستعملوها في عمليه غش في امتحان البكالوريا بمبلغ 450 دينار للجهاز. موجود هذا وتسال المصادر الطبيه تقول لك ثم ناس يحطوا دي زاباري في وذنهم ومن بعد يعملوا لهم عمليات. حمصه تدخل هذيك هكا كانت صغيره. ثم شكون استعملها في الانتخابات الرئاسيه داير وخسر عليها هي. كان يكحكم. مش يسمع في اللغيات معناها. دونك بربي. تذكر نجي جالون باش يشري اجهزه نتاع التشويش طلعوا ما يمشيوش زادك الصفقه هذيك زاد وينك الصفقه هذيك نتاع الاجهزه اللي تطلع مخشوشه. زاد كبيره. يعني شوف الغش دخل في كل شيء. دخل في كل شيء من طبعا المنظومه نتاع الفساد. يعني انسان يعني 18 سنه تلميذ 18 سنه ولا 17 سنه تلقاه يشري في جهاز 450 دينار في 450 تلقى ابوه معاونه يمكن مش نتهم فيه هو معناها من ناس اخرين والاخر يبيع ومن بعد يولي يصير عبيدات ويمشي ويشتكي ومثل الشرطه يقول له هكا. يعني الغش ولا منظومه ميسره الغش الصغير ميسره الامتحان. اذا كانت تو البكالوريا اللي هي شهاده معناها قد ما تاخذ شهاده حياتك تبقى البكالوريا عندها سحر خاص. اذا كان هذيك تتضرب المنظومه التربويه الكل تتضرب. شوف العالم اجمع له بكالوريا سيروا بكالوريا معناها اليوم بكل صراحه ربي يستر وخاصه من لابيتيت كوربسيون. ويلزم كذلك وانه اثناء يتخذوا اجراءات على ضوء هذايا يا دي زاباري دو ديتكسيون. وكما قلت ثم قبل عملوا منظومات هذيا وبعد ما مشات والا صفقه دامت العام والعامين ماذا بينا تتوضح الامور وان شاء الله اولادنا يعديوا البكالوريا نتاعهم ان شاء الله ينجحوا ان شاء الله معناها نفرحوا الناس الكل. شفت السنة رقم كبير اللي باش يعديه ونجحنا على الاقل باش نوصلوا الباك من فاز دوهاشي في اخر مش سام سام مفترض على جلاله. نعم شكرا لك سفيان شكرا لكل الفريق التقني. موعدنا ان شاء الله جد غدوة كالعادة من نص الماضي ساعتين في تغطية خاصة بأجواء جلسة عامة للسيد رئيس الحكومة وفريقه الحكومي شهية طيبة في الأمام.